فيلم جرافيتي من إخراج ألفونزو كارون. هتحس بإيه لو كنت على بعد 600 كيلومتر من فوق كوكب الأرض ومفيش ضغط جوي ولا في وسيلة تنقل الصوت؟ لا وكمان مفيش أكسجين. شايك وقهوتك ويلا بينا نشوف. بيبدأ فيلمنا في الفضاء مع دكتورة ستون اللي بتحاول تحل عطل في بطاقة الاتصالات والقاعدة هيوستن بتكلمها عشان تطمن على صحتها أو هي حاسة بإيه كإجراء روتيني، فبتقول لهم إنها مش حاسة بحاجة غير الطبيعي، مفيش حاجة مختلفة، وبينجحوا إنهم يحلوا العطل اللي كان موجود في بطاقات الاتصالات، وبتشكر القاعدة دكتورة ستون على مجهودها. بتتنقل القاعدة لشريف وبتسأله إيه أخبار مهمته، بيرد إنه قرب ينتهي، وبيقول لهم إنه تم تشغيل تلسكوب هابل وإنه جاهز لجمع المعلومات، وبترجع القاعدة تطمن على دكتورة ستون وبتطلب منها إنها ترجع ترتاح. دكتورة ستون بترفض وبتقول إنهم بقالهم أسبوع هنا وإنها عايزة تنتهي من شغلها وترجع، فبيطلب كواليسكي قائد المكوك من القاعدة إنه يروح يساعد دكتورة ستون في تصليح العطل. في خلال ما كانوا بيصلحوا العطل بتبلغهم القاعدة هيوستن إن القمر الصناعي الروسي تعرض لهجوم صاروخي وإن الحطام بعيد عنهم لحد دلوقتي وهيبلغوهم لو في أي جديد. بيبص كواليسكي على كوكب الأرض وبيقول إن عمره ما بيقدر يقاوم جمال المنظر بالرغم من مخاطر الفضاء إلا إن ده بيكون أكتر وقت مبسوط فيه، وبيسأل دكتورة ستون إيه اللي بيعجبك هنا وإنت في وسط كل الفراغ ده؟ بترد وتقول له الهدوء، وفجأة بتطلب منهم القاعدة هيوستن إلغاء المهمة والانفصال عن تلسكوب هابل حالا وإنهم يرجعوا للمكوك. بيطلب كوالسكي تفاصيل إلغاء المهمة، فهيوستن بتقول لهم إن الحطام بتاع الصاروخ الروسي سبب بعض التأثيرات الجانبية اللي اصطدمت بأقمار صناعية تانية وحطمتها هي كمان. دكتورة ستون فضلت مكملة شغلها، لكن كوالسكي قال لها تسيب التلسكوب حالا وده أمر، وبدأت عملية الانفصال الطارئ عن التلسكوب. دكتورة ستون بتقول لكوالسكي إنها شايفة الحطام جاي من الاتجاه الغربي، والقاعدة هيوستن بتطلب منهم الاستعداد لانقطاع الاتصال في أي لحظة. ولما الحطام قرب قوي طلبت منهم ستون انتقال طارئ لمنطقة تانية بعيدة، بس للأسف الوقت كان فات عشان حطام القمر الصناعي اصطدم بيهم وفقدوا الاتصال ببعض، وكل حد فيهم بقى في اتجاه وما كانش حد عارف موقعه فين، خصوصا دكتورة ستون اللي بعدت قوي عن القاعدة ومركز الاتصال. حاولت الدكتورة ستون تحدد موقعها وتتواصل مع القاعدة بس ما كانش حد بيستجيب، ووسط كل ده كان عندها إحساس بالخوف لأسباب كتير زي إنها خلاص مش عارفة تتحكم في مصيرها وبقت في مواجهة شرسة مع الفضاء المظلم وانعدام الجاذبية، لا وكمان الأكسجين. غمض عينك 5 ثواني كده وتخيل نفسك مكان دكتورة ستون وشوف إحساسك هيبقى إيه. وفضلت دكتورة ستون فترة مش قليلة لوحدها لحد ما رجع الاتصال تاني بين دكتورة ستون والملازم كوالسكي، وطلب منها إنها تشغل النور اللي معاها عشان يقدر يشوفها ويحدد موقعها، وبيطلب منها تهدى خالص عشان ما تخلصش الأكسجين بتاعها اللي كانت نسبته بتقل بشكل مش طبيعي بسبب التوتر والرعب اللي كانت ستون عايشاهم. بيقدر كوالسكي إنه يوصل لستون وبياخدها علشان يرجعوا للمكوك، وهم راجعين بيلاقوا جثة زميلهم شريف وبيكملوا عشان يلاقوا ان كل زمايلهم ماتوا وان هم الناجين الوحيدين في الرحلة، وبيقرروا يروحوا المحطة الفضائية اللي كانت بعيدة عنهم شوية باستخدام كبسولة الانقاذ عشان ده الحل اللي قدامهم انهم يرجعوا للارض تاني. وهم في الطريق بيحاولوا يطلبوا من محطة الفضاء الدولية الانقاذ يمكن حد يسمعهم ويستجيب، وكانت نسبة الاكسجين عند ستون عمالة تقل لحد ما وصلت 6%. وبعد مدة بيوصل كوالسكي وستون لمحطة الفضاء الدولية وبيحاولوا يتمسكوا في أي حاجة على سطح المحطة، فبتتشبك رجل دكتورة ستون في أسلاك من المحطة بطريقة عشوائية وبتقدر تمسك كوالسكي معاها، لكن الأسلاك ما كانتش قوية كفاية علشان ترفعهم هما الاتنين، فقرر كوالسكي يسيب السلك اللي ربطه بدكتور ستون عشان ما يسحبهاش معاه. فضلت تترجى انه ما يعملش كده وما يسيبهاش، وفضل يشجعها ويقول لها انها هتنجح انها توصل للارض تاني وهترجع تكمل حياتها الطبيعية، لكنه عارف ان ده الحل الوحيد وقرر يضحي بحياته علشان هي تعيش وانفصل عنها. بكده بقت دكتورة ستون لوحدها، بس لسه كوالسكي قادر يتواصل معاها باللاسلكي. كان الاكسجين خلص من دكتورة ستون وبدأ انذار ثاني اكسيد الكربون، وبدأت تحس انها هتفقد الوعي بسبب انها بتتنفس ثاني اكسيد الكربون، فطلب منها كوالسكي تهدى وتبدأ تدور في غرفة معادلة الضغط لحد ما بتلاقيها، وبتبدأ تتحرك ناحيتها، وبتنجح دكتورة ستون انها توصل للغرفة وبتدخل وتبدأ تاخد نفسها، وابتدت دكتورة ستون تتحرك جوه المحطة الفضائية عشان تدور على جهاز الاتصال لحد ما بتلاقيه وبتحاول تتواصل مع الملازم كوالسكي،
عشان تعرف منه موقعه، لكنه ما كانش بيرد وكان اختفى تماما من مجال الرؤية بتاع دكتورة ستون. وبعتت نداء للمحطة هيوستن انها فقدت الاتصال مع الملازم كوليسكي وانها بقت الناجية الوحية في الرحلة. بينطلق جهاز الانذار جوه المحطة الفضائية وبيبلغ ان في حريق كبير، بتحاول دكتور ستون تسيطر عليه بس بتفشل محاولتها، وبتوصل للكبسولة الفضائية وبتحاول تفتكر ازاي كانت بتشتغل وبتتعامل معاها، وبتقدر تلاقي كتاب يساعدها في انها تشغل الكبسولة، وبتنجح انها تفصل الكبسولة عن المحطة الفضائية، وبتلاقي ان قدامها 7 دقايق بس عشان تقدر تخرج قبل ما حطام القمر الصناعي الروسي يصطدم بيها تاني. شغلت الدكتورة ستون الكبسولة بس معرفتش تتحكم فيها نظرا لوجود مشكلة، وما كانش فيه اي حل غير انها تخرج الفضاء تاني وتحل المشكلة من برا. وبالفعل عملت كده وخرجت من الكبسولة. في خلال ما كانت بتصلح العطل لقت شظايا القمر الصناعي المحطم بتقرب عليها، حاولت تكون اسرع من كده لكن حطام القمر الصناعي كان اسرع منها ودمر المحطة الفضائية. بس الحظ حالف دكتورة ستون المرة دي وقدرت تتجنب الحطام وتنجو هي والكبسولة. وبترجع ستون تاني للكبسولة وبتشغلها وبتطلق نداء للقاعدة هيوستن انها هتتجه نحو المحطة الفضائية الصينية وبتقوم بتعديل مسارها، لكن المفاجأة كانت ان الكبسولة ما فيهاش اي وقود فبتنهار دكتورة ستون. وبتبعت نداء استغاثة للقاعدة هيوستن انها في الكبسولة وما فيهاش اي وقود وبكده هتنجرف بعيد ومش هتقدر تحدد موقعها. وهي حزينة وخايفة ومرعوبة فضلت تكرر النداء أكتر من مرة لكن ما كانش حد بيتواصل معاها. ابتدت تنهار وتفقد الأمل وحست إن كل حاجة ضدها، وفضلت تتكلم مع نفسها وتقول إنها عارفة إن كل الناس هتموت بس هي هتموت النهاردة، وفضلت تعيط في مشهد صعب جدا. تخيل كده إنسان يكون قاعد مستني الموت في أي لحظة. وبعد شوية لقت حد بيخبط على الإزاز ومش هتصدقوا كان مين، الملازم كوليسكي، وفرحت جدا إنه قدر يرجع لها، ده حتى الكوكب من غير ناس ما ينداس. دخل الكبسولة فصدمته دكتورة ستون وقالت له إنه مفيش أي وقود في الكبسولة، فقال لها أكيد في طريقة تانية وهي زرار الهبوط. بتفوق دكتورة ستون وبتلاقي نفسها كانت بتحلم وكاليسكي مش عايش ولا حاجة، وبتفتكر الكلام اللي قاله لها في الحلم وبالفعل بتنفذه، وبتنجح إنها توصل جنب محطة الفضاء الصينية. وبتخرج من الكبسولة وبتحاول تندفع نحو المحطة وبتوصل لها، وفي نفس لحظة دخولها المحطة كان بدأ حطام القمر الصناعي يظهر تاني وكان بيدمر في المحطة الصينية. وهي كانت نفس اللحظة اللي ابتدت فيها المحطة الصينية تقرب من غلاف الأرض الجوي، ونجحت دكتورة ستون إنها تشغل العد التنازلي لفصل الكبسولة عن المحطة، وانفصلت الكبسولة أخيرا ودخلت الغلاف الجوي للأرض. وكان هبوط صعب جدا عليها إلا إن هي نجحت في الوصول للأرض بسلام. وكان هبوط الكبسولة في بحيرة، فتحت دكتورة ستون باب الكبسولة والمية دخلت وملتها، بس ستون قدرت تخرج منها وتقلع بدلة الفضاء عشان تقدر تعوم. وأخيرا بتنجح إنها توصل للشط وما بتبقاش مصدقة إنها فعلا قدرت تنجح وتوصل للأرض تاني بسلام. وبتقوم تمشي وهي حاسة بمعنى وقيمة الجاذبية على كوكبنا، وحست بكل معاني الحياة اللي كانت منعدمة في الفضاء. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.